هتصاب بأي ضرر لحد ما نصلح العمارة على نفقة الشركة اللي بتشتغل لشركة عالمية، شركة فرنسية عالمية كبيرة عاملة اتحاد مع اتنين اكبر شركتين في مصر، المقاولون العرب وأورادكم، مسؤولين يعوضوا اي ساكن ب30,000 جنيه عن ايجار شهر يسكن في اي اوتيل، يسكن في اي شقة اخرى. انا اقدر ادي العمارة دي كلها واديهم تعويض يساوي 8 شقة برضه في الزمالك في نفس الحي، واخد العمارة دي اعملها جراج متعدد الطوابق يخدم المحطة ويخدم المنطقة كلها، ويا ريت يوافقونا على كده.